السوري اليوم حق اللبناني ينزعج من اللاجئ السوري؟ انا حكيت علنا. شو من حقه ينزعج لانه عم ياكله رزقته بس؟ لا هذا لانه شيء عيب. ليش هو هرب من بلده؟ هذا اللي قاعد هلا بالمناطق اللي انا بيجي فيها بشتورة وبيقربوا على السياره بقول لهم بعده. انا ما بحب احكي معهم. ليش ما هنن يضلوا قاعدين مثل ما نحن قاعدين؟ ليش ما قاعدين بسوريا ما مثلنا؟ يعني انت كسوريه اليوم بتقولي انه اللاجئين السوريين اليوم عم ياكلوا رزق اللبنانيه؟ طبعا. من حقهم، من حقهم يا اخي، من حقهم اللبنانيه يزعلوا من السوريين لانه هي رزقه انسان. انا اعشق بوط الجندي اللي عم يدافع عني. شو بتعملي بالبوط الجندي السوري انت؟ حاططه فوق راسي.